السلام عليكم يا اغلى اخوات. عرفتوا شحال زوينه طلعه كتكون يلا جايه وطالعه لدارك كتلقاي شي حاجه جات كتسنيها. بداو على بركه الله. قالت شي نحلوا هاد الخير هذا ونشوفوا ان شاء الله نشاركوا مع بعضياتنا اشنو وصلني في هاد الباكسات هادو. نخوشي بما صافي غادي نحط وحنا ان شاء الله مع بعضياتنا. وي هاد الطبلانيت نبداو حاجه بحاجه. حق خصني نقربكم عندي. نبداو على بركه الله. هادو ديرو شحال هاديك. المهم بسم الله نبداو حاجه بحاجه. كما قلت لكم انا هاد الثقافه ديال الكبير بحال هكا من هاد المواقع هادو ما كانتش عندي، ولكن نهار جربتها عجبتني وقلت نشاركها مع الاخوات. المهم خديت هذا البنات، شوفوا لي اللون ديالو كي داير غزال. هذا خديته حتى بالليكات ديالو، خديته بالطربوش ما عرفتش غادي نشوف واش وصلوني كاملين. السلعه وصلتني كامله، انا يلا كنشاركها معكم دابا، يعني باقا ما عرفتش شنو وصلني شنو اللي ما وصلناش. مهم هانتوما بلاتين نحاول نلبسو نشوفو كيفاش اللبسه ديالو. ثمن مناسب، غادي نخلي لكم ان شاء الله. اوه فن غزال 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 في اللبسه ديالو غزال. دابا نوريه لكم كيفاش جا في رجلي وكيبان مريح، كيبان مريح. انا باقا لابسه اللبسه ديال صلاه، يلا صليت انا باقا لابسه اللبسه ديال صلاه، كيتبون بزويون عجبني. انا غادي ندور لكم تشوفوه بحال هكا في الرجل ديالي. وعجبني انا هذا اللون، هذا اللون هذا هو اللي جر لي عينيا. كاينين فيه لوينات زوينين، غادي تشوفوا كاين لا الكحل كاين المقري، كاين داك اللون بحال المارو، غادي الحمامه حتى هو زويون. ولكن انا يعني هذا اللي بغيته اكثر. ونخليه على جنب كنسالي وعدي نجمعوه. نوريكم هاد المكاسان، هذا تا هو فن غزال. هاد المكاسان حتى هو، شوفوا البنات شوفوا الخدمه ديالو من الداخل، عرفتي راه رطب. شوفوا الخدمه ديالو من الداخل غزال فن. هذا تا هو فيه اللوينات، كل حاجه عجبتكم البنات غادي نخلي لكم الرقم ديالها، يعني اللي بغى يدخل ليها ديريكت يدخل ليها، بغيتو تشوفوا الاسمنه بغيتو تاخذوا، يعني لكم الاختيار. وانا غادي نشارك معكم. هذا هي شيء انا ملي كنت كنتقدى البنات، ملي كنت كنتقدى اي حاجه اشنو كنت كندير، كندخل كنشوف الناس اللي قبل مني، يعني بحال دابا عجبهم هاد الصباط يعني خداو هاد الصباط، انا من هاد النوع. حتى انا يعني الا عجبتني شي حاجه غادي نرجع نكتب عليها، كتب على داكشي اللي كاين، يعني بقاو تقراو الريفيو اللي كيخليو الريفيوز اللي كيخليوه الناس، بقا تقراو. انا هادو لقيت الناس شاكرينهم بزاف بزاف بزاف، خصوصا اللي بحال هكا اللي عندهم مشاكل في الرجلين وهكا، يعني كيبغيو يقلبوا عادي ياخذوا. المهم هذا حيت عجبني خديت هكا وخديته بحال هذا بحال الصابو حتى هو نفس الخدمه ديالو، غير هذا بحال الصابو. شو راه هذا من الداخل لما باش لكم راه هو بحال هكا. شوفوا العفطه ديالو كي دايره فن غزال. هذا حتى هو كان شوف انا وياكم الناس كنتساش هما بعضياتنا، راه بعض المرات كتاخذي شي حاجه وكتنساي راسك خديتي. هذه واحد بحال العبايه، ولقيت بزاف البنات اللي سولوني خصوصا العبايات اللي كنت كنصور معكم في العيد وهكا، كاينين شي حوايج اللي كانوا كيسولوني عليهم بزاف. هنا راه لقيت يعني بحال هاد العبايات وهادو فني. شوفوا هذه حتى هي، هذه جات فيها شويه ديال النمر بحال هكا في الايد ديالها، والثوب ديالها غزال، والثمن ديالها الصراحه زوين. ما كنتش كنظن غادي تطلع بهاد الجوده هذه. انا صراحه تقال هذه كان يسحب ليا مسدوده كان يسحب لي غادي نلقاها مسدوده ساعه طلعت محلوله، ماشي مشكل يعني دار ليها بحال هكا. هي لبسه من بالكحل من التحت، كتجي الثوب ديالها زوين زويون رطيطب،
كيجي فيه هاد المنمر بحال هكا في الكميمات ونازل من هنا، نازل بالخدمه كامل. هذا كيجي يعني بحال هكا رمضان عندك يعني باغا تمشي عند شي واحد، كتجي اللبسه ديالها زويونه كما كتشوفوا البنات، وكتجيب الشال ديالها، الشال ديالها نفس التوب اللي كاين مخدوم به هاد العبايه. شتو عجبني هاد اللون ديال هاد المنمر، داك اللون اللي ما معيقش، داك اللون زويون شتو، ورطيطب رطيطب زويب. هادي عرفها، هادي حمقاتني يعني فسيت والناس لابسينها وداكشي عجباتني، ولقيت الناس كاتبين فعلا التوب ديالها فن. شوفوا البنات شوفوا الخدمه ديالها، لقيت الناس كاتبين عليها هضره زوينه وانا ناخذها. هانتو البنات هاد العبايه حتى هي كتجي فنه بحال الكيمونو كيتلح غير من الفوق، ولكن انا كنديرهم عبايات يعني بحال هادي كناخذ ليها معرفتش واش جاني ولا لا، خديت ليها واحد بحال كسوه من الداخل كتجي حتى هي، خديتها بالكري بارد وغتجي لداخل ديالها. شفتوا غنوريكم الديتاي ديالها، كتجي بحال هكا الكمام ديالها واسعين زوينه، وكتجي فيها هاد الطرزه هنا في الجنب وهاد الطرزه نفس الطرزه كاينه في الجنب الاخر، كتجي طيحه يعني الطريزه طيحه على الكتاف بحال هكا. واللور هادي راه تاهي فيها اللوينات، اللي بغى يشوف اللوينات غادي نخلي لكم الرقم ديالها تدخلوا شوفوا. شتو فيها الكحل، فيها لوينات زوينين، انا عجبني هاد الكرينه حيت واخد الكحل بزاف، يعني عندي بحال هاد العبايات وداكشي كحلين بزاف، بغيت نبدل خديت هاد الكري هذا وطلع فن. عرفتوا التوب ديالو البنات، المهم انا نقول لكم داكشي اللي كنشوف باليد ديالي، التوب ديالو نعطيه شنقول لكم نعطيه 10 على 10، رطيطب رطيطب وفن، وكيبان من داك التواب يعني ما كيبانوش، كيبان داك التواب الفاخر داك التواب زويونين. المهم غزال هذا الثمن وداكشي راه دخلوا غنخلي لكم الرقم ديالها وشوفوه. نشوفوا الخنشه الثانيه شنو مازال فيها. او اي هذه عرفتها، هادو لقيت البنات بزاف سولوني عليهم، خصوصا البنات اللي شافوا يعني في البوست ديال العيد الكبير، او هذه وقعت لا كبيره، وكانوا سولوني على هذيك الكاندوره اللي كنت لابسه، راه بحال هذه تقريبا شتو، عرفتو مريحه، التوب ديالها رطيطب. هادوك اللي عندي يعني اللي خديت قبل هادوك صبن ورد، يعني ما كنتش مشاركه معكم كنت حابسه اليوتيوب ديك الساعه، طلعوا صبن ورد شوفوا لي الزواقه ديالها، اللوينات والزواقه يعني اللي كيبغي يتمرح في دارو راح الفن. غزاله عرفتو رطيطبه كما شفتوا، لا راه باينه هانتو شوفوا غير التوب ديالها كيفاش طايح، غزاله عجبتني. قلت زدت هاد خديت غير وحده ولا جوج، ومهنا كاينه غير وحده، واخر حاجه بقاو هاد الجوج. هادي ديال المهم خديت هادو، هادو عجبني هاد اللوين، هادو ديال الشعر وهذا ديال الايد، وهادو باندات بحال هكا كيجيو اونصومبل كامل بحال هكا بالفيليل كيجي هكا اونصومبل كامل. هادو راهم دابا دايرين ضجه هاد البوندوات بحال هكا من فوخين دايرين ضجه، وعجبني هاد اللون وانا ملاحظ منهم وطلعوا زوينين. نشوفو زوينين فراسي قد قد، اييه والله الا يعني جاو قدي فراسي هانتو شتو زوينين. نوريكم هادو الاخرين اللي كاينين في هاد الفنشة، هادو خديتهم ديال الكويسات ديال الطبلة بحال هكا. هانتا شوف كاينين شي حاجة يعني اللي في الفيديو ولا في التصويرة ولا هكا ما كتبانش كيف ملي كتاخدها يعني كتجيك الحاجة، كلهم فيهم هاد الخميسات وفيهم هاد الخميسات ملونين شفتو، جو ستة بحال هكا السوتات، انا بغيتهم بحال هكا الكيسان المغربيين. هادو باقي محلتين باقي معرفتش شنو اللي وصلنا هنا،
ورينا قال تمشي جيب شي موس باش نكمل هادشي. المهم البنات هادو انا نوريكم، هادو هما الاولين. هانت البنات هادي ديكورات، جاو كويسات على هاد الشكل بحال هكا ديال الشماع، ولا تحطو بوحدهم. شتو البنات كيجيو بحال هكا ثلاثة يتحطو على هاد الشكل، أولا يتحطو على هاد الشكل، دير ليهم شميعة مداورة صغيرة ويشعلو. أنا غادي نخليهم غير هكا، ما غنشعلهم لا بشمع لا بتا شي حاجة، غنشوف ليهم شي بلاصة يا إما هنا يا إما في الصالة الفوق. وهذا هذا حقهم كيمشي ديال الجبن، هذا اللي كيكون في الكوزينة. حيت أنا خرجت قيس طارق حشاكم الكبير خرجتو من الكوزينة ودرت يعني هذا تنطلع نركبو نوريكم كيفاش كيجي، حتى أنا نعرفو كيفاش كيطلع الحركة. زوين شتو هكا يبقى حداك، يعني كتجمع فيه الحاجه كون الزبل وداكشي، عاد كنهز يعني ديك البلاستيكه ونخرجها للطارو الاخرى، اللي مابقاش مخليه الطارو كبير في الكوزينه. داكشي علاش كنت هذا دابا حاليا كندير غير بلاستيكات. وهادو البنات هذا واحد الطاجير، انا غادي نوري لكم التصويره ديالو. هذا الطاجير ديال خديتو على حساب السبيبطات بحال هكا لسامي، بغيت نضمهم له في البيس ديالو ولا هنا في يعني نشوف كيفاش غادي يجي، واش غادي يطلعوا بحال اللي في التصويره، ومحتاج نحلهم ونوريهم لكم. وتا لهنا البنات ما بقى لي غير غادي نقول لكم مع السلامه. عرفتوا الحلان كيجي ساهل، هادشي باش تجمع وتحيد كل حاجه حتى هي خدمه اخرى. ما بقى لي غير غادي نوداكم، غادي نخلي لكم كل حاجه اللي الرقم ديالها بالسميه ديالها في صندوق الوصف اولا في اول تعليق، اللي بغى يعني يهمو الامر بغى يدخل يشوف الوان اخرين، يشوف الاثمنه، يشوف هكا. وما بقى لي غادي نودعكم، مهم التجربه ديالي انا، هادشي اللي وصلني دابا كلشي عجبني، يعني كلشي بان ليا الخدمه ديالهم زوينه، يعني ما باش لي شي حاجه اللي نقول لكم هادي هذا ما عجبنيش، ولا هذا خديته والشكل ديالو طلع ماشي هو هذاك، ولا ماشي بحال اللي بحال كيف ما شفتو في المره الاولى. الحمد لله السلعه ديالي كلها كيف ما قلت لكم، غير عزلوها، خذوا وقتكم وعزلوها، قراو يعني الناس اللي خداو قبل ضروري، خصوصا ملي كتكون شي حاجه يعني دايره شي شويه تمام بحال هاد العبايه وهكا، ضروري ما تدخل تسمع الناس اللي قبل منك، راه كتلقاو كاينين شي وحدين يعني شي حوايج اللي شفتهم كيبانوا الصوره زوينه، ملي كتبغي تدخل وتشوف الناس شنو كيقول لك راه ما كطلعش بحال التصويره، اولا المقاس ديالها كيكون كبر من داكشي اللي كتاخذ، فهمتوا؟ مهم بقاو تقراو الهضره اللي كيكتبوا الناس. يلا البنات ما بقى لي غير غادي نودعكم، نضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.